عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث عائشة فيه خبرها رضي الله تعالى عنها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة أهله في نهار رمضان، في نهار الصيام، وفي رواية في نهار رمضان. كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. ثم نبهت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى فارق مهم وأمر ينبغي أن يلتفت إليه وتنبه إليه، وهو أنه كان يأمن من فساد صومه صلى الله عليه وسلم بذلك، حيث قالت: ولكنه كان أملككم لإربه أو لأربه، أي لحاجة نفسه أو لعضوه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. والحديث في الصحيحين. بينت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نسائه وهو صائم ويباشر نسائه وهو صائم، والمباشرة أعم من التقبيل، أعم من التقبيل. قيل هي اللمس باليد من التقاء البشرة بالبشرة، قيل هي اللمس باليد، وقيل هي الضم، والله أعلم، ونحو ذلك. وأن عائشة بينت أيضا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملككم لإربه، أي أنه أحفظكم وأملككم لحاجته، كناية عن الشهوة والله أعلم، أو الإنزال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان أملككم لإربه، أي أشدكم حفظا لحاجته. وقيل أملككم لإربه، المراد به العضو الذكري، أي أنه أملككم لعضوه، والله أعلم. أسأل الله العظيم أن يفقهنا بالدين ويزيدنا علما نافعا. جامع زوجته وأتى للصلاة، وبعد الصلاة وجد نجاسة في ثوبه. هذا مو نجاسة، عفوا، المني الذي وجده في ثوبه وسرواله لا يعتبر نجاسة، لأن الأصل أن مني الرجل طاهر، المني من الرجل والمرأة طاهر. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، يقبل عليه الصلاة والسلام ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه أو لإربه، فيها الوجهان، وفيها أنه كان يقبل في رمضان وهو صائم. هذا الحديث أفاد عن أمر يتعلق بالصيام، وهو دائر بين جرحه للصوم وبين أنه لا شأن فيه أو لا شيء فيه. وهذان الأمران هما التقبيل، تقبيل الرجل زوجته أو سريته، وكذلك مباشرتها، والمباشرة من غير إيلاج. المباشرة المسمات عند الناس اليوم بالضم وبالتلبيق، يعني أن يلامس الجسد من غير إيلاج، وهو صائم في رمضان عليه الصلاة والسلام. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه. النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل وهو صائم، فقال الرجل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مثلنا، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لأخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم،
ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. كان يقبل وهو صائم صلى الله عليه وسلم ويباشر وهو صائم. ما كلمة يقبل معروفة، وكلمة يباشر معروفة، وكلمة صائم معروفة. في مشكلة دكتور، في مشكلة. وكان أملككم لإربه، وكان وش مش مش شو ما شيء، وش عم نسمع نشي والشخصية في التاريخ ديال الإنسانية كامل كيعود لنا على أملككم لإربه. ما كاينش حتى خالق هذا الوجود. تخيل كيخلق 13.7 مليار سنة وخدام على ايفوليسيون، واحد الوقت بعد 13.7 مليار سنة جاب الإنسان. منين جاب الإنسان بدا كيحضي الزب ديال واحد خينا سميتو محمد. وكان أملككم لإربه، سي قولها للشينوا وقولها للألمان، قول لهم الرسول ديالنا الحنين العزيز ديالنا كان كيحاضي زبو مزيان، غادي يخرع عليك بالضحك. حيت نتوما فاش كتمشيو تدخلوهم الاسلام كتبداو توريهم داك الاسلام ديال الشباكيه، اسلام ديال الكسكسو، اسلام ديال موت بالجوع النهار كامل وفي العشيه سير قصار وضحك وعيش الليل، وبدا تعيش الليل وما تعيش النهار. كتجيبوهم داك الجو ديال المغرب ديال كتحط طبله وفيها سلو جبدو تقاوت فيها الحريره فيها شلاضه فيها وكتدخلوهم لهذاك الجو. ما كتعجبهم الثقافه، كتعجبهم الثقافة ديال الإسلام راه ماشي هي هذيك الثقافة ديال الإسلام. ما كتريح معاهم، تمشي تريح مع شي واحد من الأردن ولا فلسطين ولا شي، كتقول لي ناكلو، كيقول لك أنا غنمشي نجيب الباقة، كيجيب لك فكوسة وبصلة خضرة ماشي طيبة ولا خضرة هكا، كيحط لك فكوسة وبصلة وفلفلة حارة وفلفلة حلوة، ويحط لك مطيشة، تيجيب شوية ديال الملح تيقول لك غادي ناكلو هاك. الخبز قطع لدرجة أن في الأردن كيحط لك المطيشة مع البنان والتفاح والعنب، وكيحط معاهم مطيشة، عندهم ستاف خوي. وما كيجيو هاد الغرب هادو كتمشيو تعيشهم في واحد الخيال ديال واحد الثقافة مغربية مبنية على بناوها الناس اللي كيبنيو القصور. توليتي دابا حتى إلا بغيتي تختن ولدك فيها واحد الرسول وفيها طلع البدر علينا، والدري تاهو راكب فوق العاود ولابس بحال واحد عربي وداير طربوش بحال تلبسوه، كنلبسو الانسان بحال العربي في الطهاره ديالو. الانسان كيتولد كنديرو هذا ونشوفو كيفاش كان كيولد الرسول ونوديو ليه فرنو، الا مات ثاني نفس الشيء كنقراو عليه القران وغادي به، وكنقراو عليه بنفس الطريقه اللي قراها عليه واحد الانسان كيعيش في الصحراء. واش هادشي اللي محتاجين حنا في الحياة ديالنا؟ أنا كنقول أنت واحد الإله خلقتينا، إلا كانت هادي شي ديانة سوبرفيسيال يعني ماشي ديانة سماوية من وضع الإنسان، هي الأصل راه ما كاين حتى شي ديانة سماوية. الله ما كيهضرش الإخوان، راه الله راه ما كيهضرش، راه ما عندوش هاد الحاسة. وخا طلبوا يقدر يخلق لك هاد الوجود 13.7 مليار سنة، ويقدر يخلق لك 200 مليار مجموعة شمسية، ولكن باش يهضر معاك راه ما يقدرش يهضر معاك، راه ما غاديش يقدر. وخا يبغي يهضر معاك راه ما غاديش يقدر. علاش؟ حيت هادوك ماشي من لا كاركتيريستيك ديالو كإله. واش غادي نرجع نبدا نقول لك واش تزبك قايم ولا ما قايمش؟ واش هادي غتحويها ولا ما غاديش تحويها؟ واش هادي رسالة؟ يعني إلا غادي تجيب لنا شي حاجة، شفنا لنا شخصيات بزاف جابوا لنا شي حوايج كتقراهم كيعجبوك كتقول اوكي كنحس بواحد اللذه. هذا الانسان كنقرا عليه كيديني لواحد الواقع اخر، ولا كنسمع عليه كيديني لواحد الواقع اخر، كيعيشني واحد اللذه ما كنلقاهاش في شي حوايج اخرين. ولكن هذا الاله فاش غيجيبوها اسيتو، فاش كتدخل وكتبقى تقرا، كتدخل المكتبه وكتشوف بوش عيب بول كتب هذه، ساطر كتب هذه، فيورباخ كتب هذه، طه حسين كتب هذه، ميخائيل نعيمه كتب هذه، نازيك الملائكة هذا غنى هذا، شوية كتجي كتلقى واحد الإله تا هو مريح في المكتبة معاك، تا هو مدبر على راسو، تا هو عنده واحد الكتاب، والناس كيجيو كياخذوا كيشوفوا وكيدوزوا على واحد الكتاب ديال الله خالق هذا الوجود، وكيقولوا تو طافي نورمال أن واحد الكتاب ديال خالق هذا الوجود محطوط للبيع، تا هو في نفس الاندستري كيبيعوا لك الكلام، وتيقول لك هذا راه كلام الله، هذا الشيء راه انكرويابل. باش واحد الاله تا هو عنده كتاب في المكتبه وانت كتجي تقراه، حنا كنقولوا ما كاين باس، ولكن غير فاش جيب لي شي حاجه اللي تشد بنادم وتغسل ليه وجهه، تقادو تحيدو من الجهل، تخليه في الجهل اللي فيه، غير خلي الزمان يحيد منه الجهل.
جينا نشوفوا الإسلام لقينا هذا الإسلام كيجيب لك واحد الجهل، وماشي أي جهل، ماشي جهل ديال الأزديك ولا ديال المايا ولا ديال الإنكا ولا الهندوس ولا نو، كيجيب لك واحد الجهل ديال شي خرا وشي عفن عايش في الصحراء، وكيبان لك انت الريوس كيتقطعوا والدراري كيبكيو والوسخ والعفن والصحراء والصهد وواحد المأساة اكسترا اوردينير. فاش كتقرا مثلا سورة التوبة، سورة التوبة كيعاود لك على جهنم بعينها، كيفاش غادي تشد واحد الانسان وتذوقه وتشوفه جهنم في حياته وتيجي وتيقول لك هذا راه كلام الاله. كيفاش هذا كلام الاله؟ انت كتقول لي جئتكم بالذبح، جئتكم بالعربية تعرفت، ماشي فيها لايك جاب ليها شي كلمة من عند السريانيين ولا من عند الحرانيين ولا من عند الاشوريين، جاب شي كلمة هكاك جئتكم جاء يجيئوا، لي ما عرفش شنا هي جاء، راه ماشي عربية الاخوان او لك يهضر بالعربية، لي ما كيعرفش شنا هو الذبح ما ممكنش تعرف شنا هو الذبح. كنعرفوه مسألة عادية، كندبحوا الحوالة المدرسة كتدخل ليها كيقريوك الذبح، كلشي كتقرا فيه الذبح عندنا عادي، ان الانسان كيذبح واحد الانسان اخر، علاش؟ حيت قرونا الغزو. لقد جئتكم بالذبح. الحديث صحيح. صحيح. نعم. نستمع للحديث. رواه البخاري مختصرا في كتاب خلق افعال العباد. وساذكر روايه الامام احمد، ورواه ابن ابي شيبه في مصنفه. نعم. ورواه ابن حبان في صحيحه. نعم. ورواه البيهقي في الدلائل، وهذه لها اشاره. وراه أبو نعيم في الدلائل، وهذا أيضا لها إشارة. تمام. عند أبي نعيم في الدلائل من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. تمام. تبين أن النفر الذين اجتمعوا في الحجر كانوا خمسة. رواية عثمان رضي الله عنه. قال عثمان: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف يوما بالبيت وفي الحجر ثلاثة جلوس. ثلاثة. عقبة بن أبي معيط. تمام. وأمية بن خلف وأبو جهل. تمام. ثلاثة. ليدرك الناس من المراد. والحوار كان من ولمن؟ من رسول الله إلى هؤلاء. أبو جهل وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف. صناديد الشرك. تمام. أئمة الكفر. ممتاز. فقاتلوا أئمة الكفر. تمام. إنهم لا إيمان لهم. طيب. لعلهم ينتهون. نعم. الشاهد يقول: حضرتهم يوما وقد اجتمع أشرافهم في الحجر، أي في حجر الكعبة. تمام. فقال بعضهم لبعض، وقد ذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما رأينا مثل ما صبرنا على هذا الرجل قط، والله ما رأينا مثل ما صبرنا على هذا الرجل قط، عاب ديننا وسفه أحلامنا وسب آلهتنا وشتم آباءنا وفرق جماعتنا، والله لقد صبرنا منه على أمر عظيم. قال: فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الركن، أي الحجر الأسود. نعم. ثم بدأ الطواف حتى إذا حاذاهم، أي عند الحجر، غمزوه ببعض ما يقول. فمضى صلى الله عليه وسلم ولم يرد. ثم مر عليهم في الشوط الثاني فغمزوه بمثلها فمضى ولم يرد. ثم مر عليهم في الشوط الثالث. نعم. فغمزوه بمثلها فوقف صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. والتفت إليهم وقال: تسمعون يا معشر قريش، أما والله لقد جئتكم بالذبح. تسمعون يا معشر قريش، أما والله لقد جئتكم بالذبح. كل شيء كتقرأ فيه الذبح عندنا عادي، أن الإنسان كيذبح واحد الإنسان آخر، علاش؟ حيت قرونا الغزوات. فاش كنقراو الغزوات، غزوة أحد، اش كتصحاب انت الناس بقاو كيدخلوا بقاو كيشطحوا وكملوا الحرب، راه دخلوا بقاو كيقتلوا في عباد الله، كاين شي ربح ما كاين حتى شي ربح، الربح
اللي كاين هو واحد العار، شي ناس ماتوا وشي ناس ما بقاوش عندهم والديهم وشي عيالات ولاو كيتباعوا في الاسواق. كتشوف شكون هو اللي مرأس هذه الروينه هذه، تقول لك راه خالق هذا الوجود هو اللي مرأس هذه الروينه باش ينشر الدين. جينا نشوفوا الدين اش بغى ينشر، بغى ينشر نفس الروينه اللي كيمارس على الناس هي اللي بغى ينشر. بغى يبدا يبكي في عباد الله ويتم في عباد الله ويدير لهم ويدير مكزاره تما كيف الدراري الصغار، هذا هو الدين الاسلامي. يعني هذا الشيء كله هذا راه ما يمكنش غادي تجي انت بواحد الفلسفه لهذا الوجود اللي هي نورمالمون، انت نورمالمون خصك تكون واحد الانسان. يعني هذا الشيء اللي كيجيب الاسلام انت تفاديتيه ملايين السنين. حشومه تمشي تقتل واحد المراه او لا تكتفها او لا تجرها، ماشي شغلك. دازوا علينا ثقافات واستعمرونا ثقافات، حتى واحد فيهم ما دار داكشي اللي داروا فينا العرب. كاين الصوت الاخوان، كاين الصوت، دازوا علينا ثقافات، حتى واحد ما دار فينا داكشي اللي داروا العرب. ما عمرنا سمعنا في التاريخ ديال فرنسا كانوا كيديو العيالات كيبيعوهم في الاسواق. دازوا عندنا الرومان ما عرفناش، ما كيقولش لنا التاريخ، حيت التاريخ ديال المغرب اون اكزيستي با. قف مع مولى ادريس السادس تحطت واحد الثقافه سميتها ثقافه الامازيغ. ما كيعاود لنا لا كيفاش دخلوا الوندال لا الفينيقيين لا الرومان، ما كنعرفوش. اللي كنعرفوه هو فاش كنمشيو للزرهون كيبانوا لنا البنايه ديال شي ناس. شي تاريخ علينا شحال ريحوا في المغرب، اش داروا في المغرب، اش من مناطق استعمروها، امتى خرجوا من المغرب، شحال من مره استعمروا المغرب، ما عرفناش، ما كنعرفوش. اللي كنعرفو كنعرفو البرتغال وكنعرفو فرنسا وكنعرفو اسبانيا، هاد الناس هادو بثلاثة، وكنعرفو العالم كامل. العالم كامل استعمراتو الانجليز واستعمراتو فرنطاس واستعمراتهم الطاليان واستعمرهم الهولنديين ولكن تا واحد فيهم ما سمعناهم كيشدو العيالات كيدو محوهم في بلادهم. علاش؟ حيت هادوك الناس ما عندهمش النقص في العيالات، ما عندهمش النقص في هذيك المشكل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ان الله امرني ان اجمعكم حتى نغزو في تبوك. دخلوا عليه، يا رسول الله والله بعدت علينا الشقه، المسافه طويله وهذا حر ولا عندنا ما نركب عليه. على فريح المخلفون اللي قاعدين، فريح المخلفون بمقعدهم، عددهم 82 شخص. فريح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. ليش؟ قال لا تنفروا في الحر، يظنون الحرارة وان الشمس وان قد نتضرر. قال الله قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. كانوا يضحكون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. لما قام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للناس من يذهب معنا نقاتل بني الاصفر، فيه رجال يقال له الجد بن قيس، هذا شجاع من كبار المنافقين. قال لها النبي يا رسول، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا جد يا ابن قيس هل تقاتل معنا بني الاصفر؟ لان يقولون بني الاصفر، هذا ابن قيس يقولون كان يتوعد، شفتوا الرجال اللي ما عنده الهياط، يقول لو حصل لي مقابلتهم فعلت وتركت وذبحت وسنعت. قال لها الرسول يا ابن قيس سنقاتل بني الاصفر اتكون معنا؟ قال يا رسول الله انني انك تعلم ان بنات بني الاصفر جميلات، يسمون بني الاصفر انهم شقر، ان بني الاصفر جميلات واني رجل اميل للنساء ولا اتحمل واخاف اروح انفتن. شوف العذر، هذا عذر على ما يقول، هذا خط مخرج جسمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو يقول لا اذن لي ولا تفتني. قال الله تبارك وتعالى ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين. خلك ما دامك تقول ما تبغى تروح وانك تتعذر ان فيه نساء، وليس من اجل النساء لكنه الخور والتخلي عن رسول الله. طبيعة حالة الناس عايشين في الصحراء راه غيكون عندهم مشكل مع العيالات. علاش عندهم مشكل مع العيالات؟ حيت هذه هي الخدمة ديالهم، كيتخطفوا في العيالات، كيدخل كيهجم عليك، ما عندك ما يتكال، ما عندك ما يتشرب. دخل على شي واحد في الطاليان راه كياخذ عنده خبزة قد الحمار ديال الفرماج وكيمشي في حالاته. كيدخل عند واحد قريشي ما كيلقى عنده حتى شي حاجه، تيقول له ديك البنت اللي عندك ولا ديك المراه اللي عندك نبيعها ندبر على راسي انا خصني نعيش. خلاصه الكلام هذا الاخر راه ما عندنا ما نديرو به، عشنا به، هو السبب الرئيسي ديال التخلف ديال المغرب. بنادم كله مصمك، بنادم ولا عندهم واحد شي مخياط ديال الصحراء اعز ليهم من داكشي اللي كتشرق عليه الشمس كامل.
كتلقى بنادم خاص الزبابل ديال الفلوس مريح حدا البحر، شو كتجي تقلب عليه كتلقى كيغسل في قلاوي ولا مريح في شي جامع كيعبد ليا شي ميخ في الصحراء خانس، وراه مريح وجاب العائله ديالو داهم للبحر وخاص الزبابل ديال الفلوس باش يمشي للبحر وكيبلاني عام هو كيوجد لهذاك البحر، شو كيخلي كاع داكشي اللي تابع ليه وكيمشي تابع ليا شي وسخ ديال الصحراء اللي لحد الان ما صنعوا حتى شي حاجه، ما زادوا حتى شي حاجه. اللي كنشوفه هو ديما الا سمعتي شي خبار ديما ديال العفان وديال الوساخ، شي واحد كيذبح في شي واحد ولا كيحوي في شي واحد ولا شاد شي عيالات كيبيع فيهم ولا كيعطش في شي واحد ولا كيقطع ليه في راسو، ديما شي وسخ ولا خشي كيفاش تخشي تحوي وحده ميته ولا واش المراه تحوى بخي الزواه ولا ديما كتسمع شي حاجه اللي اكستراوردينير، شي حاجه ما عرفتش غير حنا تعودنا على هكاك، تعودنا حنا ان الاخبار ديالنا هي نسمعوا شي تفاهه ديما. اليوم الصباح اشنو قتلوا 47 واحد، البارح قتلوا 7 من دراسه كل هذه الاطفال قتلوها، علاش تعودنا على هذا الشيء؟ ما بقاش شي حاجه كنشوفوها وكيضرنا راسنا وتنقولوا واك واك اذا هذا الاله راه مريض. الا وليتي ديما كتسمع كتسمع على الوسخ، وليتي كيبان لك هذا الاله ولا كيبان همجي، هذا خالق هذا الوجود ماشي غير اله ديال قريش، بقاو كيقولونا في هذه الخرا حتى ولينا كنشوفو كنقولو هذا خالق هذا الوجود، ولا كيبان لنا لابس هو واحد اللحيه مسخه ومكلكه وتيبان لنا لابس الدباله والعنق ديالو كحل بالقير، ولا كيبان لك هكاك هذا الاله. حتى فاش كتقرا القران كتقرا القران تيبان لك هذا الاله دين موته مالو معايا انايا مع الانسانية، ها هو خلقنا وها هو غادي يصيفط عنا الجراد وغادي يرجعنا ضفادع وغادي يخسف بينا الارض والسماء، ديما محلف علينا وتابعه امهل الكافرين امهلهم رويدا يكيدون كيدا واكيد كيدا، ديما هو تابعنا بحال احنا راه شي خريه كبيره زعما بخيات ما عندش دين مم وزن في الوجود. كاين الصوت كاين الصوت كاين شغل جاهل الاخوان كيصمكوكم كيرعدو دينكم بشي تخربيق جاي من الصحراء، وهذا هو الجهل. اشنو هو الجهل؟ هو كتمشي لواحد الثقافه اخرى ثقافه كتعرفها الانسانيه وكتجيب من عندهم شي حوايج وكتعلمهم كتقول لهم لشي ناس كتقول لهم هكا غادي تعيشوا فكروا بحال هكا كلشي هادشي بدعه. اشنو هو العلم؟ العلم ماشي هو الماتو الفيزيكو سيونس، العلم ماشي هو التحليل العلمي تخدم دماغك وتلقى واحد الحل واحد المشكل معين، نو العلم هو اشنو كاين في الجنه واشنو كاين في جهنم وشكون تحوي وشكون ما تحويش وكيفاش تحويها وشكون تقتل شكون تذبح وشكون ما تذبحش وكيفاش تذبحهم، هذا هو العلم. راه صافي ملي كيقول لك واحد الانسان العلم هو التخربيق هذه راه كتعرف صافي، علاش؟ حيت حنا الحاله ديالنا بحال هكا بسبب العلم، ماشي مبطلات الوضوء هي اللي وصلتنا اللي وصلنا ليه، ماشي ذاك العلم. الناس خصكم تعرفوا واحد القضيه الاخوان، الرسول ما عمرو عرف باننا غادي يعود عندنا شانطي الاخوان، غادي يعود عندنا شانطي، وربما ما عمرو عرف بان الحولين نقدروا ان العود نقدروا نركبوا ليه كروسه ونجروا، تعرفوا بان محمد ما عارف والو نهائيا. دليل انا الى عشت حياتي لا بد نكتب الاهرام، انا الى عشت حياتي وبغيت نعبر على شي حاجه نقدر نقول لك هذه قديمه قدم الاهرام، الرسول ما عبرش على الاهرام، يعني واحد الثقافه لحداه نكس دور تقدر ربما تشوف الاهرام، تشوف الاهرام من الجزيره العربيه يبان لك راه هو الهرم قد الخلا، يعني هاد الناس ما كانوش عارفين المستقبل، وكيجي شي واحد تيقول لك لا الرسول قال لك هذا راه كاينه في هذه وكيهضر لك على فلسفه وايديولوجيه ديال الشرق، تيقول لك بان الرسول راه كان كيعلم الغيب، راه غادي يجي واحد الوقت وهالي غادي يوقع فيه وغادي تعود واحد الدوله اسلاميه وغادي الرسول ما كيعرف والو، كون كان كيعرف شي حاجه كون كاع ما يموت مسموم مات بحال الفار. قال لك الرسول عزيز عليه الكتف ديال الحولي قال لك كلا من هذاك الحولي واحد طريف وهذاك الكتف ديال الحولي قال ليه انا مسموم. دابا اللي كيمشي اللي كيامن بهذا الشيء غير يمشي ينزل عند مول الحانوت يشري عند واحد الدرهم ديال دوا الفار ياكلو ويموت. والله الا كتظن بان واحد الكتف كيهضر مع واحد الانسان راه اش غادي نقول لك، راه
راه الا تفرجتي شي فيلم ديال المخيات كيعطيوك شي سيناريو احسن من هذا شويه، على الاقل غادي يديروا داك الكتف عنده عين وحده ولا شي حاجه. الكونيسونس نو، العلماء هما لي سافون، لي سافون هما العلماء. اشنا هو ان سافون؟ الا قربتي ان سافون هو شي واحد كتدخل عنده كتلقاه ان سافون. هما دابا حتى معلم ديال التحضيري ولا عنده معالم، الا قلتي ليه شي معلم في سويسرا ولا في الالمان غير كيشوفوا شي واحد قال شي حاجه راه عالم، وخا يكون معلم ديال الابتدائي ولا ديال الثانوي ولا ديال الجامعه، يكون استاذ جامعي هو تيجي تيقول لك ديما عالم. دابا هذا هو المشكل، الى بنادم زعما هذا هو استحمار العقول، باش واحد الانسان يكون قرا الابتدائي والثانوي ومشى لافاك وقرا ودوز واحد 20 عام 30 عام في الحياه كيمتهن واحد الخدمه وداز على جميع تجارب الحياه، جرب الجوع، جرب خرج سافر وداكشي، ومنين كتهضر معاه تيقرا لك بان مثلا الرسول كلا الكتف ديال الحولي، والكتف ديال الحولي هضر معاه، واولا الرسول عزيز عليه الكتف ديال الحولي، سمعتي؟ كان الرسول عزيز عليه. انا دابا الوالد عندي الى مشي شي اللحم خصو يقلب على الكتف ديال الحولي، كيمشي عند الجزار خصو الى ما عندوش الكتف هو عزيز عليه الكتف، رغم ان الكتف ما فيهش اللحم بزاف، في هذيك البلاصه ديال العظم فيها شي جليدات كله عامر عظام، الوالد خصو الكتف ديال الحولي. علاش؟ حيت الرسول عزيز عليه الكتف ديال الحولي. شحال من شخصيه في العالم كنعرفوا اش عزيز عليها تاكلها الاخوه؟ شكون هذا اللي كنعرفوا في العالم عزيز عليه شي ماكله شي صافون؟ شي واحد اللي اثر على الانسانيه وكان علاش؟ حيت كلا البيتزا داتو للسبيطار، كلا البيتزا كيقوي في البيتزا شويه داتو للسبيطار. شحال من شخصيه كبيره في العالم كيخرج تيقول للناس انا عزيز عليا الكيوي، او لا عزيز عليا مثلا انا الا سولتيني اش من خضره عزيز عليا نقول لك القصبيه جيب لي، ولكن بطبيعة الحال ماشي العالم كله كيعرفني لمدة 1400 سنة وإلى أن يريت الله الأرض ومن عليها غادي يعرفني بأننا عزيزة علي قصبية. ها إلا كان في دارهم في المغرب باش غادي ياكل، يلا يلا كتبوا لي شكون اللي عزيز علي. مثلا أنا عزيز علي القصبية وعزيز علي الصفرجل، داك اللي بحال التفاحة وقعت لي توا واحد العطاب، وقيلا كانت تفاحة ودخلوا الإسلام، دخل الإسلام ولا تفاحة عوجة وناشفة وداكشي. أنا عزيز عليا الشفاجان وعزيز عليا القصبية، وإلا دخلتي للرمان، إلا دخلتي للفاكهة عزيز عليا الرمان، الرمان هو نمبر وان عندي. دابا شكون عزيز عليه شي حاجة أخرى؟ القصبية سيكو القصبيه هي ديك واحد البطاطا، حتى هي واحد النوع ديال البطاطا ضاب شي جوان. والله القصبيه والله الا هي واحد النوع ديال البطاطا ضاب جوان، هي واحد البطاطا بعدا الا بغيتي عاد تقشرها خصك تلوح النص ديالها، خصك ترجع وتقرا لي لوا ديال الفيزيكس وديال هذاك الشيء باش تعرف كيفاش تسلايسي هاد البطاطا. اسمعني، اذا واش نورمال نقولوا لشي ناس عندنا واحد الدين ولكن هذا الانسان اللي غادي يجيب لكم الدين غيعاود لكم على راسه، حتى هو غادي يعاود لكم. هو اصلا الرساله هي كتجيب واحد الرساله وما كتقولش الناس شكون نتايا. مثلا ساعي البريد يلوح لك واحد هادي فلاده ويدخل عندك للدار ويقول لك السلام عليكم، انا هو هذا كيعجبني بحال هكا، عندي ثلاثه د الاولاد، اعظم ماكله عندي هي هذه، النكاح كيعجبني، النكاح هكا وكيعجبني. ما يمكنش، علاش كتقول لي انت ساعي البريد؟ انا ما عندي ما نديرك، انت كتجيب لي واحد الرساله، حط الرساله وسي تقود. اش كدير داك الشيء؟ طلعوا في زكوك، هذيك خدمه ديالك كديرها. جبتي لنا واحد النبي، جيب لنا هذه الرساله ديال الاله، ماشي بدي عاود لنا على كره هو في الرساله. واش انت جايب رساله؟ عاود لنا على الرساله، ماشي تجيب لي هالرساله وانا عزيز عليا الكتف. الا عزيز عليك الكتف تيقولها لامك ولا لختك ولا لخالتك ولا لك تي داخل الغار،
مع الشماكريه تما قولها لهم، قول لهم راه عزيز عليا الكتف، ما تجيش تتفرض على با انا يمشي يقلب على الكتف، ولا ما كانش الكتف كيرجع خاوي، خصو هو الكتف لا الحم، خصو هو الكتف ديما كيجي ديما فرحان، فاش كيشوف هو الكتف كيبان ليه وجه الرسول، ماشي كيبان ليه كيف ما كيبان ليا انا شي وجه الشر، كيبان ليه واحد بنادم نقي دين مضاب لك واحد تحسينه طبونيه ودير ما عرفتش شنو بلو دراير بلو شعرو مقادو داكشي. هو هادشي اللي كنحاولوا نقدوا الناس، كنحاولوا نقول لهم ودي راه واحد الحياه خوار طبيعيه، ما تحتاج لا ايه من السما لا والو، غير يكون حمار. لاحظوا معايا كتمشي كتلقى شي واحد مسير شي بزنس كتهضر معاه كتلقاه بنادم ما فاهم حتى شي خريه في البزنس والو، غادي غير بالنيه، غير بالنيه غادي وكتلقاه ناجح. نفس الشيء فاش كتجي لهاد الوجود ما كيطلب منك والو، كيطلب منك غير شي ناس يشوفوا الحياه كيف ما كتشوفها الانسان، يترعرع انت بواحد المنظور عادي، ماشي انت الناس شادين واحد القوت وانت عايش في واحد التناقض انكرويب. واحد تيقول لك قبيله واحد الجمله، دين العدل والاحسان والمساواه، ديما عندهم كيزرد لدين امك شي 7 ولا 8 ديال 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 لي كاليفيكاسيون ديال هاد الدين. قبل تاع العدل كتجي تقول لي كيفاش العدل، ها انت واحد الدري صغير غادي تسبيه، هاك خرا لي انت العدل، واحد طفل عايش مع العائله ديالو جيتي انت خرجتيه من العائله ديالو تصحابو غادي يضحك معاك، غادي يبكي هذاك الطفل. انا كنهضر غير على البكاء، غير على هذاك الالام اللي كتسبب لي بلا ما تخرج من الواقع ديالو اللغه ديالو وتحطو مع شي وحوش ما كيحسوش بالامومه، ما كيحسوش بالحب الاباء، ما عندهمش ما كاينش هذاك لو كونسيبت، ما فضاتوش عليهم البيئه. اذا انت كتهضر على العداله وكيفاش كتقول لي غادي تسبي واحد الطفل؟ راه ما يمكنش جوج ديال الحوايج مجموعين، جئت كان رسول رؤوف رحيم بكم، رؤوف رحيم، كيفاش رؤوف؟ فين هي الرأفه؟ فين هي الرحمه الا شديتي واحد طفل وسبيتيه؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب اكل الكتف. دابا هي هذيك، بقاو كيعمروا فينا بالرسول، الرسول حتى ما بقيناش كنعرفوا هذا الله اش كيعزيز عليه، واش عزيز عليه ياكل الفولات ديال حوليه ولا اش عزيز عليه، الا هذا الرسول ديالهم عزيز عليهم. راه انا ماشي كنقول على الكتف، تنقول انا اش جاب الكتف للهضره، وانت الا غادي يعرفوا عليك شي حاجه لا. دابا اشنا هو الفكره، هو هذيك الطريقه باش عاش هذاك الرسول، راه هي السنه ديال النبويه، راه الرسول الا ما كانش عنده ستيلو راه ما عندكش الحق يكون عندك ستيلو، واش فراسكم ولا ما فراسكمش، بان الرسول جا وشاف الانسانيه وعرف بان الاوج ديال الحياه ديال الانسانيه هو هذيك، هذيك هي الحياه اللي فيها الحكمه والتقدم والسعاده ديال الانسانيه كامله، هي هذيك الوقت وهي هذيك الحياه ديال الرسول. اي حاجه زدتي عليها فانت يا مبدع، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذا أشنا هو الدين؟ هو جاب قال لك واحد الإنسان بغيتكم تعيشوا الحياة بواحد الطريقة، أنا غادي ننزل واحد الإنسان محمد غادي تعيشوا بحاله، هو هذاك بحال كتدخل كدير ترينين، كيدخلوك كيحطوك حدا شي واحد آخر عارف الخدمة وتيقول لك حطي هذاك الإنسان داكشي اللي كيدير دخلو في راسك وتمرن فيه حيت هذاك الشيء هو الخدمة ديالك. نفس الشيء كتجي كتزاد في المغرب او لا في الجزائر او لا في تونس حيت معنا الاخ ابليس، كتجي كيقول لك كتجي لهذا الوجود تيقول لك اوكي انت جيتي لهذا الوجود اجي نعلمك كيفاش تعيش، انت جيتي لهذا الوجود، الجابون ما خصهمش اللي يعلمهم، الالمان، ساوث افريكا، ساوث امريكا، الانكا، كاع هذوك الامم ما خصهمش اللي يعلمهم كيفاش يعيشوا، كلهم كيعيشوا بالفطرة وكلهم بينون عبر الزمن بأن الفطرة ماشي شي حاجة خايبة. احنا شفنا الفطرة حررنا الإنسانية 60 عام، هذه كتبنا قوانين كتحرم الإنسانية، قننا الحروب اللي كتقتل عباد الله، خلقنا الدويان، يعني هذا الإله راه خصو يكون ناشط معنا، أن بمحض البيولوجيا ديالنا والغريزة ديالنا والبيئة ديالنا وصلنا لواحد المستوى أن الله خصو يكون ناشط. لا هو ما بغاش هو هكا،
لا هادشي ماشي زوين، هادشي ماشي زوين الإنسانية. واش زوين الإنسانية هو نشدو بناتنا نبداو نحويهم في عمرهم 6 سنين، هذا هو اللي زوين الإنسانية. اللي مزيان الإنسانية هو نبداو نسبيو عباد الله، هو نبداو نمشيو لشي قبيلة والإنسان خصو يسبي مرتين في السنة. هذا بحال الحج، زعما تكون مريح وتشق لك بحال دين أمك، راه ما كاين لا مرود لا محكمة لا قانون لا دولة، راه ما كاين والو. أنت نوض وبدا تسبي في عباد الله، دخل عليهم وخذ لهم العيالات وخذ، راه كنهضروا مع عباد الله بحال كنكذبوا عليهم. يا ولاد القحام، راه الإسلام تيقول لك حلال أنك تدخل على واحد الإنسان ما دار ليك والو، ما دار ليك والو، كتدخل باش تغتنم، هذا هو الإسلام. جهة الطلب اكزاكتو، هذا هو الإسلام. كيسحبوا لنا الناس حنا فاش كنهضروا، حيت كتجيهم هما تلمو انكرويابل لدرجة أنه ما يمكنش يكون هذا الإسلام. راه هو هذا الإسلام، غير أنت هذيك البيئة ديالك ما خلقتش منك واحد الإنسان، واحد الحيوان، ما خلقتش منك واحد همج. المغرب ما خلقش منك هذيك الهمجية، شكون اللي خلقت هذه الهمجية؟ خلقتها واحد الإنسان مهدد بالموت يوميا، نهار كامل وكيدور على ذي المو داك النسر كيتسنى فيه يطيح باش يجي ياكل، ينزل ياكل الأحشاء ديالو. بشرى الحبيبة ديالي الغزالة، والله إلا كتشوفيني كتكون الدقات ديال القلب ديالي غادين شوية، كنشوف كتكتبي تاني وكتبداو حبيبة موح عليك كنموت عليك. هادشي اللي بغينا، بغينا واحد الإله يقول لنا حبوا بعضياتكم، ماشي واحد الإله تيقول لك إن يكون آباؤكم وأمهاتكم أحب إليكم مني أنا. ويلا كنتي واش غادي نقولوا الله؟ اش غادي نقولوا الله الا انت با امي وداكشي اللي كتشرق عليه الشمس كله؟ اش خليتي لهذا الله ما نبغيو فيه؟ ومنين نجي عند المسلم ود القحبه فمو من اللودن حتى اللودن. نحن لا نجسد الاله، نحن ليس بمشركين، نحن لا نعبد محمد وانتم تعبدون المسيح، لا وانتم تعبدون البقر وانتم. وهما كتجي تشوف كتلقى له كوغ ديال العباده ديالهم هو محمد، كيعبدوا دين امه صباحا مساء كيعبدوه، تيقول لي هرول كيهرول. واش كثر من هذه؟ واحد لوغ كيجيك باش تلبس بحال شي ميخي باش ترجع رب دين امك واحد 60,000 سنة للوراء، ما تلبس لا كاسون وتبقى تلف سبينين تبقى تدور، وكتمشي وديرها وتخسر عليها الفلوس، وكتمشي وكديرها وفرحان فاش كتجي كتقول حسيت بواحد الراحه. كثر من هذا الشيء؟ يعني هاد الله اش خليتي لي؟ الى بنادم كتقول لي حيد حوايجك وبقى تجري كي المسطي وكيحيد حوايجو، اش بغيتي الله يقول لك؟ ما تبقاش تبان، طير صافي ديسبير، غادي ديس صافي. الدرجه ديال العبوديه ديال لهاد محمد وصلتوا فيها لواحد المستوى ما كيتصورش، ما كيتصورش. انا ما كندخلش ليا لدماغي انا. بنادم في القرن 14 تيجي ويدخل يقول لك بان احنا هما العلم جابوا القران، العلم كل شيء العلم جابوا القران. كتقول لي جيب لي شي حاجه صنعتيها انت، كيقول لك لا هذاك الشيء اللي لقاوه هما اللي لقاوه، هذاك الشيء اللي لقاوه هما اللي لقاوه، ولكن عندنا احنا في الكتبه ديالنا. كيفاش شي حاجه لقاها واذا حنا علاش غيصيفطها لينا؟ الا هو غادي يتسناو تيجيو هما ويلقاوها، حنا علاش غيصيفطها لينا؟ من تسطية هذه باش الإله يجيب لك انت واحد العلم وتصيد فيه، انه الناس الاخرين الكفار هما اللي ياخذوه. يعني منيش صيفط لك انت واحد العلم اللي هو الاعجاز العلمي باش انت تسيرهم كي الحمير، ولكن منيش مزيان بحال هذا تسط، ومنيش بغي نيش على المسلمين نيش على الكفار، ولاو الكفار هما اللي وصل لهم ديك المعلومات ديال الدين. هذه انا كنسميها في الاسلام العباسيه، فاش بنادم كيتقهر ولا سمعتوه كيدخل بالاعجاز العلمي يقول عرف بان هذا القلاوي عرف الاسلام كله اخرى، راه وصل دابا لاغوني. هذا هو البدايه ديال النهايه انه غد. علاش؟ حيت واحد الحاجه ديال العلم راه ما كيجيبهاش الله، الحاجه اللي كيعجب هذه المساله ديال العلم راه هي الضروره. راه كل ما احتاجيناش الكمبيوتر راه ما غاديش تلقاه، كل ما احتاجيتيش النظاظر راه ما غاديش ديرهم، كل ما احتاجيتيش الطوموبيل ما غاديش تكون عندك الطوموبيل. يعني الوجود ديالنا هو انه الحمار كيجي كيتاقلم مع واحد البيئه،
لا سلطان له عليها. انت كتجي خص امك انت اللي تاقلم مع هذه البيئه، انت يا جيتي انت اللي خصك تعرف اشنا هي ولا الم يحدنا، ماشي بالشمام كتعرفها بالعقل ديالك، كتعرفها بالثقافه ديالك. الحمار كيتزاد بها مقاد، انت يا توي اوبليجي باش تعيش داكشي علاش ما كاينش واحد الاله. الاخوان راه كاينه ربما واحد القوه، راه ماشي كاين شي اله اللي غادي يعاونك في شي حاجه او لا كيهضر او لا عنده عقل عليك ولا شي حاجه، راه ما كايناش. علاش؟ حيت كنشوفوا بان الانسان هو اللي خصو يحارب شي حوايج لاساسيين. اذا هذا هو الخطاب الاخوان، حنا راه عينا من هذه الاخرى، واشنا هو الهدف ديالنا؟ ما عرفتش انا اش غيطلعني انا الا واحد المسلم خرج من الاسلام دابا او لا فاش مت، الا مت انا من هنا 70 عام، ولا المغرب كله مسلمين وما بقاوش كيحرقوا، ولا الطاليان ولا المان المغرب عامر كاع الراشا مالين سايكو كلشي غتلقاهم طاليان والمان في المغرب. عندي الحسنات؟ لا والله ما كاين شي حسنات، بالله ما كاين حتى شي حسنات. كتجي كتعيش وانت لو برودوي ديال البيئه ديالك، درتي شي حاجه راك درتيها بالضروره. انا ما بغيتش بنادم يعيش، انا ما بغيتش واحد الانسان يعيش في نفس الظروف اللي عشنا حنايا فكريا وعلى جميع المستويات. راه غير ما خرجناش من هذا العالم ديال الاسلام اللي عشناه، راه واحد زعما بحال قلتي خصي تعاود الماتش، بحال قلتي مثلا بقات كتصب الشتا حتى ما بقاش ماتش ديال الكره، ولا بنادم غير زالق اللي من الكره كتلاح ما كتبقاش تبومبي، فاش كتوصل المناخ كيوصل للدرجه هذه حتى ما كيبقاش تعرف واش هادو لاعبين الفوت ولا كيتلاحوا على كروشهم، ديك الساعه كتقول عاود الماتش، هذا ماشي فوتبول. نفس الشيء وصلنا في هذا الاسلام لواحد الدرجه حتى ما بقاش كتبان هذه حياه، او بنادم ولا غير قالب دين مجوا معنا، واش نخسر خوزتي واش نخسر زكي، غادي نمشي نجمع الفلوس، خصني ما ناكلش مزيان وما نشربش مزيان وما نصوب سناني وبقى فيا الماء ونخلي الدار ديال ما كتسيل ونخلي القوات مهرسين في الدار عندي، ونشد ولدي نديه مدرسه ديال الدوله باش يخراو على دين مو يجبدوا القحبه تاع مو ودني، والمراه ديالي ما غاديش تاكل مزيان وما غاديش نمشيو للعطله هذا العام، وغادي نبيع الطوموبيل وغادي نقودها وغادي نرجع لنقطه الزيرو باش نمشي نلوح حوايج نبقى نجري كي شي مسطي. هذا هو الهدف ديال المسلم. ولا ما كتعرفهاش الا بقيتي دير امك غادي بهذه الطريقه، منها غتوصل عندك 45 عام غنلقى دير امك حتى غير كتقلب فينا هو الله وفينا هو الرسول وفينا هو واش قال الرسول كيفاش غادي نخرى باش الله تمشي لهذه الجنه. اش عطيتي لهذه الانسانيه؟ اشنا هو الدين ديالك؟ الدين ديالي هو كنصلي. اشنا هي الصلاه؟ كنبقى نعاود على واحد الانسان سميتو محمد، كيفاش كان كيحوي عيالاته وكان كيطلع مع الدروج كتبان ليه رقيه مريحه، كتنقي في القمح كترقيه كتهضر مع 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 عائشة، وعائشة كعات على رقية، شوية عيطوا على ماريا، ماريا تخارت معاهم، شوية شدوا الطوبيس رقم 16 داو لشي قنت. هادشي اللي كاين، أنت كتمشي تنوض مع الصباح كتغسل وجهك كتغسل قلاوي كتفيق الناس كاملين من النعاس، أنت في الكوزينة أنت كيقول لك هاو أنت ناعس وكتقول أوكي هذا هو مشى للكوزينة، شوية كيبان لك الضوء طفى في الكوزينة هاو تاني مشى، شوية كيبان الضوء طفى في الحمام هاو مشى تاني للصلاة، شوية كتنوض كتبغي تبول كتشوف في الشباح كيبان لك واحد الراجل ولا واحد المرأة واقفة كتصلي، أش كتقول؟ كيعاودوا على واحد الميخي ديال الخلا مريح في الصحراء مريض ربو مسالي خانز ضارب هو كاع ما زبو، واش نحطو هنا واش نحطو هنا واش نجبدو من هادي وكيفاش غادي نحوي؟ صدقوا كتبوا لهم هذاك القلاوي كامل وصدقتي انت داخل مع الربعة ديال الصباح كتنوض وكتسمي راسك عباده، كتقول انا نت كنعبد الله، اش كتعبد الله؟ يكون بقيتي غير ناعس غير كتحزق، شتي غير وكن بقيتي ناعس 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 ما كدير والو، هذاك احسن ما تبقى دير شي حركات بهلوانيه وكتسطع على راسك، كتقول كتعاود على شي خراو شي وساخ وشي حاجه انت اصلا ما فاهم في دين ما والو، ولا وغادي عاد تزيد تقود الا فهمتي داك الخرا اللي كتقول، مازال دابا كتقرا كواعب اترابه وكدو عليها ما فاهمهاش حسن، على الاقل بعدا كتقد تكذب على راسك، وتخيل انت دابا كون عرفتي اشنا هي كواعب اترابه، شي كتقول كواعب اترابه واش كيبان لك؟ ماشي النهود لاصقين وكواعب اترابه كيطيحوا من السماء، البزازل البزازل انا ما عرفتش كيفاش كطيح بالزوله، واش غتلصقها من التحت وتعود كلها بالزوله بحال شي نفاخه، ولا غادي تقطعها نيت يبقى اللحم هكاك مدلي والدم مدلي. وراه كنهضرو بهذا الاسلوب هذا راه ولات مهزله. علاش مهزله؟ حيت انا ماشي شغلي. واش بغيتي نهضر بواحد الاسلوب اخر؟ راه هادشي اللي عطى الله كواعب اترابه هي فاش كتمشي للجنه كتكب عليك كتصب الشتا بالبزازل.
الناس كيدخلوا كيسمعوا واك واك هذا بيليغ مريض هذا كيهضر على البزازل واش غادي نهضر كان هذاك هو دينك حنا جينا هنا حلينا غرفة علمانية كيفاش غتهضر مع واحد العلمانية هو باقي كيقرأ على شي واحد قال لك وكان أملككم لإرابي هذا كيفاش غادي تفهموا انت العلمانية وهو باقي كيآمن بأن خالق هذا الوجود غادي يقلب الزب ديال واحد الرسول باش يقول الناس كاملين على مطال الزمان يبقى يقول لهم او ديره كان عنده واحد الزب تبارك الله مربي وكيفاش غتهضر مع انت العلمانية مريح واحد النملة كتهضر ياس كتهضر راه هذا راه مرض هذا راه كيشد الوعي ديالك وكيمرض دين امه واحد القرآن اللي مسطي دين امه مرة تيقول لك هذا القرآن ما كتبدل فيه حتى شي آية شوية تيقول لك كنبدلوا الآيات شوية تيقول لك هذا الشيء ما كيعرفوا هذه رسالة من عند الله مبين ما له أجر مبين شوية تقول لك لا يعلم تفسيره ولا ما عرفش كي قال لها ترجمته ولا تأويله إلا الراسخون في إلا الذين الله ورسوله والذين آمنوا هما اللي كيعرفوا التأويل ديالي ياك عاد قلتي لي ولد القحبة مبين شوية تقول لك الذين آمنوا والراسخون في العلم يقولون آمنا هادوك لي راه هما اللي عارفينه ماتوا ما بقاش الله الرسول ده والراسخون في العلم تا هما القلاوي عندهم ما فاهمين في دين متى شي قلوة غير تيقول لك آمنا صافي هو ما فاهم والو والراسخون في العلم ما تيقولش لك انا يعني انا ما عرفتش شنو هو العلاقة ما بين واحد راسخ في العلم وتيقول لك انا آمنت بالقلب يعني انا اش غادي نستعمل لاش غادي نستعمل هذا الرسوخ ديالك في العلم الا ما غاديش نستعمله في هذه المسألة يا بيض تيقول لك مثلا وهذا هو المشكل واحد التناقض انكرويابل وانت مطالب انك التناقض هذه هي الحياة ديالك فين ما مشيتي لقيتي التناقض كتجنبه هذه هي الحياة ديالك هذا هو باش كنعيشو كنلقاو التناقض انا جيعان اذا خصني ناكل كتقول هذا تناقض ما يمكنش انا نكون جيعان ونرفض الماكله كتمشي تاكل الا انت جيعان وكترفض الماكله اذا هذا تناقض كتجي لواحد حاجه سميتها في الاسلام قاعد كتفهم فيه التناقض تيقول لك نبي الرحمه شنو هو الرحمه كيفاش رحمه الرحمه كيبكي على الانسان قال لك واحد الحجره دات شي 70000 سنه وهي طايحه باش تطيح تهوي قال لك كتهوي كطيح لجهنم وطاحت والرسول ويسكت بدا كيبكي قالوا ليه مالك قال لهم سمعت واحد الصخرة طاحت شي 70000 سنة هذه وهي طايحة ودابا الله طاحت في القعر ديال جهنم وكيبكي علاش كيبكي على الإنسانية على الطاليان واليهود والألمان من هنا فاش غدوز واحد 50 مليار سنة غادي يموتوا الناس وغيمشوا لجهنم كيبكي عليهم وفي نفس الوقت ولد القحبة هذا السيف هو نفسه هذا السيف وكيشد واحد الراجل كيقطع ديال المطروفة ويشد ليه المرأة ديالو ياخذها غنيمة ديالو ويحوي ديال المرأة في نفس الليلة ويعطيها لصحابو يحوى ويشد الولاد ديالهم يشردهم ليها هذا هو قلب المفاهيم هنا قلب الى واحد الانسان كيعيش وعنده واحد ليكسيبسيون فين ما كيستعملش فيها لا لوجيك هذاك راه انسان مريض حيت لا لوجيك ما كتقبلهاش الا بديتي كتستعمل الدبلوماسيه يعني هي واحد الحاجه خطا ولكن الطريقه باش غادي تنقدها خصك تنقدها بطريقه دبلوماسيه وما كتجيبهاش في واحد الكتاب ديال الاله ما كتقولش لهم هذا راه التشريع الالهي واحد الكتاب انكرويابل تيقول لك هذه لغه عربيه يعني الكلمات ديالهم كتقلبهم كتلقاهم كتجي عنده كتقول ليه السيطره بالصاد كاينك يقول لك ما كايناش في الديكسيونير الديكسيونير ديال اللغه العربيه ما فيش لا ما فيش وهذه لغه عربيه هي هذه لغه اصلا الا جا شي واحد ضام معاك قال لك انا كنت مغرف كتقول لي غرفه كاينه ولكن مغرف ما كتعنيش مغرف ما عندناش في اللغه مغرف او لك يقول لك شي واحد تبيريما ولا تصوطا ولا تسكانتا كتقولي لا هذه ماشي لغه عربيه هما قال لك هو القران فيه اعجاز لغوي ولكن اللغه ديالو ماشي واحد الانسان اللي كيهضر معك كتقولي لا انت ما كتهضرش معايا باللغه الا مشيتي عند واحد الاستاذ كتبتي لي واحد الكلمه ما فهمهاش وقلب الديكسيونير وما لقاهاش راه ما تيقولش لك انت جبتي لي اعجاز لغوي راه كيعطي لدين امك ضعيف تيكتب لك ضعيف وتيقول لك سير
واش انت حمار واش قاري اللغه ولا ما قاريهاش؟ قلب المفاهيم. واحد الانسان كيهضر بواحد اللغه داخله ولا هو الرب ديال اللغه هو البلاغه؟ يعني الا قلبتي في شي كونسيبت بحال هذا تيقول لك مثلا المساواه، الله يساوي بين الناس، ولكن او ميم طون اقتلوا اليهود والمسيحيين والكفار، وللذكري مثله. هذه المساواه، النقعه ديال الام ديال المساواه هو الاسلام، ولكن فاش كتقلب الاسلام كتلقاه ثاني كيعاود لك. هذا هو اذا واحد الانسان اللي كيكبر بواحد الشخصيه متناقضه، بواحد الفكر متناقض في هذا المجال، هذا راه لا بد ما غادي ياثر عليه حتى في الحياه اليوميه ديالو. لا بد غادي يبدا في الحياه الواقعيه ديالو العمليه ديالو غادي يبدا يقول بان الحقيقه والخيال بحال بحال، بان المتناقضين راه بوسيبل تكون كوريكت. فاش كيكون عندك جوج فهمين متناقضين، اذا هادشي اللي كنحاولوا نقولوا للناس. ماشي شي حاجه كبيره، ماشي شي، ربما كانت كبيره لوالدينا ما عندهمش اكسس لانفورماسيون، ما كانوش كيعاودوا داكشي اللي كيقولوا. علاش؟ حيت والدينا كل ماشي فرنسا اللي داتهم المدرسه يقراو شويه. زيد نقص. لا انا نعطيكم المايك. شكرا.